بحاجة شارع المثنى إلى مجسر للمشاهد، وذلك لأنه أصبح من الشوارع المهمة جدا ومن الناحية التجارية، لأنه أصبح مركز تقريبا ما يقارب مركز المدينة الموصل. فهذه المبادرة، مبادرة جسر المشات، ضروري جدا جدا بالنسبة للمواطن الموصلي. نتمنى من السادة المسؤولين الاهتمام بهذا الموضوع لكي نتلافى الحوادث التي تحدث في هذا الشارع. كثير قوي صارت حوادث، يعني ضروري ضروري أن يكون هنالك جسر جسرين، يعني من البداية للنهاية. لا لا أبد، ما يكفي جسر. بالنسبة لهذا الشارع أكيد يحتاج إلى مجسر من المشات. ليش؟ شوف عدد السيارات اللي تمشي بالشارع وسرعتها. لكن كان قبل اكو مطب، بس كان مطب قوي كان يؤذي السيارات. مطبات خفيفة حتى السيارات تتقلل من سرعتها، لان منطقة اسواق، صارت اسواق، يعني اسواق ضخمة كبرى ومستشفيات ودكاترة وكذا الموضوع. فلازم تسوي جسرين على الاقل للمشاكل.